وللمزيد من التعليق والمتابعة ينضم إلينا الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، بعد التحية، تابعنا مع حضرتك منذ قليل مراسم توقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الجانبين المصري والصيني بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني تشي جين بينغ. كيف تقيم هذا يعني التطور في العلاقات المصرية الصينية تجاريا واستثماريا واقتصاديا؟ مساء الخير لحضرتك طبعا ولكل المشاهدين. التطور العلاقات السياسية بتترجم بعلاقات شراكة استراتيجية تحت. نعم دكتور مصطفى، بنشوف الحمد لله النهاردة يعني بتبرز العلاقات السياسية والاستراتيجية كيفية تطور العلاقات بترجمة العديد من الاتفاقيات ما بين الدولة المصرية والدولة الصينية في عدد من الأطر الاستراتيجية وأهمها الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية. الحمد لله اللي احنا بنشوفه خلال المرحلة الماضية أكثر من 10 سنوات بيبرز الدور الاقتصادي الكبير في العلاقات ما بين الصين وبين مصر. طبعا هذه المحاور اللي احنا بنشوفها في العلاقات الاقتصادية أو أشهرها يمكن نعلم جيدا طريق الحديد وكيفية أن يكون في نقطة ارتكاز في زيادة الاستثمار في قناة السويس. الأمر الآخر طبعا يعني مجموعة البريكس وإزاي أن يكون في دخول لشراكة استراتيجية في مصر مع مجموعة البريكس وهم الدول المؤسسة منهم أشهرهم كمان الصين. المشروعات القومية منها كمان عاصمة إدارية وطبعا الدور البارز في زيادة الاستثمارات من الصين داخل العاصمة الإدارية. خلاف ذلك كمان زيادة حجم التبادل التجاري الكبير اللي بيقدر تقريبا قرب 16 مليار دولار. الحمد لله بنشوف زيادة في التشغيل من الصين لزيادة الاستثمارات في المنطقة والمحيط العربي وإنعكاسه ده على الدولة المصرية، خاصة إن احنا بينعقد هذا المؤتمر أو الشراكة في وقت راهن يعني في الاقتصاد العالمي أعتقد كلنا بنشهد ليه. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي.